هذا يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخطيب، لما قال الخطيب: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى أو فلا يضر إلا نفسه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، يعني بدل من يعصهما قل ومن يعص الله ورسوله. هذا يراد به دفع التوهم، إن الإنسان ما يكون عاصي إلا إذا عصى الله ورسوله، أما لو عصى الرسول فقط فلا يكون عاصيا. هذا الذي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يرفع هذا التوهم لئلا يفهم السامعون أنه لا يكون عاصيا إلا من عصى الله ورسوله، أما من عصى الرسول فقط فلا يكون عاصيا. نعم.